السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدينا أداة React DevTool. هذه الأداة في مرحلة من المراحل ستحتاج إلى استخدامها. حاليا فقط سنقوم بتصليبها، وعندما نصل إلى المواضيع التي نحتاج فيها إلى استخدام هذه التول سنقوم باستخدامها. أداة React DevTool هذه تسمح لنا بعمل Inspect لمكونات React، وأيضا تسمح لنا بالتعرف على المشاكل التي تسبب لنا بطء في البرفورمانس أو التي تؤثر على البرفورمانس. إذا لو نأتي على البراوزر ونكتب React DevTools، إذا هذه متوفرة ك extension أو ك plugin بالنسبة للبراوزرز. إذا لدينا هنا جوجل على سبيل المثال، أو لدينا الكروم عفوا. إذا ندخل على أول رابط، إذا كان متصفحك الأساسي أو الذي تقوم باستخدامه في هذه الدورة هو الكروم، فتحتاج أن تدخل على أول رابط. لدينا أيضا هنا إذا كنت تستخدم الموزيلا أو الفايرفوكس، وأيضا إذا كنت تستخدم المايكروسوفت أج. إذا فقط تقوم بعمل install لها. أنا سبقا وقمت بعمل install لها. إذا هذه خاصة بالفايرفوكس وهذه خاصة بالإج. إذا كما لاحظون يمكن أن نقوم بعمل inspect حتى نرى الرياكت components التي لدينا. أما هنا في جزئية البروفايلر فحتى نتعرف على performance issues وحتى نقوم بالتحسين من أداء الموقع. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الشرح. نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.